بواحد تعاقب مرة الأولى ما يعاودش يعني نفس المشكلة عاوتاني. سعد مجرب على ما تيقولوا خلوق وهذه، ولكن هذا الشيء اختي حنا ما نقدوش نقولوا لك، حنا بالنسبة لنا حنا راجل طيب هذا تيديروا ليه شي حوايج اللي خصو هو يحطموا ليه، حيت هو دابا الدري تشهر ولات عنده العالمية، خصو دابا يحطموا هذا السيد بأي طريقة، داروا ليه هذه الفتنة. ما نقدرش نحكم عليه، شي واحد ما كتعرفيش عن قرب ما تقدريش تحكمي عليه. مادام قالوا راه ما كتبوش عليه. هذا هو رأيي ديالي. فنانة كاينين تما بركو 70 ألف عام ما عمرهم ما تشدوا. فنانة كبار نزيدوا معاشوا تما وتكونوا تما كاع ما تشدوش. من جهتي أنا مظلوم، ما ما يديرهاش ما يعاودش يديرها. يعني قاعد دوك الناس غير نصبوا عليه، قاعد دوك البنات غير نصبوا عليه. يعني قاعد دوك البنات باغيين منه الفلوس، وعلاش تجي هو بالضبط حالة ديال هاد الحالة اللي معروف عليه هو الاغتصاب، علاش بالضبط؟ علاش بالضبط تيمشيو ليه هو؟ مالهم جوج الحاجي معمور، مالهم جوج بزاف، لكن علاش؟ حيت هو داصر. المطرب ديالنا وخاصنا ندافعوا عليه بأي طريقة، لأن حقيقة هو أنه القانون الفرنسي أنه قانون تيضبط المسائل ديالنا، ولكن سعد مجرد عنده جمهوره بغيناهم ياخذوها بعين الاعتبار. أنا كنقول ظلموه في المرة الأولى، أما هذه المرة الثانية ربي اللي عالم، الله أعلم.